وعم يحاولوا لكن بتعرف هي انت ما مش مشكله انت عندك مشكله اذا ما هي القسمه اصلا قسمه ال محمد صلى الله عليه وسلم ضمان للامه. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس هيك شو اسمه هباء منثورا كل واحد يتناطح ويجي بلكي فرضا انتصرت الشيوعيه بيوم يعني منتخب ورئيس بصير معناتها نحن نامن في هذا الانسان؟ انت بقول لك انت مسلم تصلي وتصوم بس شيوع تيجي انت تعمل الاكثريه مثلا في الجزائر تنتخب الشيوعيه تنتخب مثلا واحد يامن في ستالين او يامن في شو اسمه بكارل ماركس تيجي تنتخب الاكثريه شو اسمه هذا ما يصير هيك الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون مش هيك؟ فنحن عندنا مشكله انه الله سبحانه وتعالى نحن نامن في النص لانه القران الكريم نص على انسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم واخذنا اهل السنه لا الشورى تتشاور بيستدلوا بآية بالقرآن الكريم ما له دخل في شورة أمر المسلمين عرفت علي؟ بيقول لك إنه جاءوا أو شو اسمه اجتمعوا ووافقوا على أبو بكر طيب فرضا وافق على واحد آخر كان صار هو الخليفة ما كنا سمعنا أبو بكر بس لأنه الحكم والسياسة ثبتت هذا الإنسان صار مشهور وهذا بعده لليوم بتشوف في الجزائر بيطلع لك بوتفليقة يضل بوتفليقة بعد شو يشيل بوتفليقة بيجي مثلا زين العابدين بن علي يضل بن علي شو يشيل بن علي بعد؟ عرفت علي؟ يصير الناس بقى تتبعه ليش؟ بقى يطلع الضرائب ويدفع مصاري وكذا وينشهر خلص صار رئيس. يصير الحب بالكراهيه يعني. يعني انت بالبيت ممنوع عليك انك تحكي على بوتفليقه، ممنوع عليك تحكي على زين العابدين بن علي وتكبر هيك وتصير ملك، تضلك، ما شو تغير بعد؟ شو اسمه سيد الرئيس سيد الرئيس. هيدا هي اللي صار بالبدايه من الصدر الاول لليوم بعده هو ذاته عم يتكرر. ليش يعني اهل البيت عليهم السلام ابعدوا؟ يعني انت اخي بس شغله لحظه. لاحظها وشوفها من المستقل اذا حابب. ليش ما نطروا الامام علي عليه السلام حتى يخلص جنازه النبي صلى الله عليه وسلم ويشاوروه؟ بس مشوره يا اخي انت حرب بخيبر وفتحت خيبر الامام علي عليه السلام. حرب ببدر ونصرت المسلمين، حرب باحد، حربت بالخندق، حرب بالجماعة ما خلت بطل الا ما حاربت وانتصرت. وكان يعبر عنه بسي شو اسمه الامام علي عليه السلام اسد الله. الغالب علي بن ابي طالب. مش هيك؟ طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، راح الامام علي عليه السلام يدفنوا يحضر له جنازته يدفنوا راحوا انتخبوا هني وصار انتخب ابو بكر صار خليفه، اجى الامام علي مفاجاه. طب ليش ما هاليومين نطرتوه او بعثتوا وراي اخي نحن حابين ننتخب، شارك معنا في الانتخاب هذا؟ ما هو هذا السؤال اللي يطرح نفسه. ليش تسرعتم على الخلافه؟ وليش صارت هالمشادات وصاروا يتعاركوا ويقولوا منكم امير ومنا امير وشدوا اللحي بعض يسبوا بعض، يقول لك مات سعد، يقول قتل الله سعد، قتل الله سعد، هذا عمر بن الخطاب. طيب ما صار في هون عم نلاحظ انه احنا صار في نوع من الـ من الـ من الـ من الهجوم على الكرسي والامام علي عليه السلام مشغول بدفن النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا حبيبي اذا كنت موجود انت بين هدول الفريقين كنت رحت انتخبت ولا رحت دفنت؟ انا رحت دفنت. نعم ونحن عم ندفن لليوم. معناتها هيدا هو نحن اللي اخترناه، اخترنا الطريق المظلوم وما اخترنا طريق الظالم. اخترنا الطريق المحكوم بالقوه وبالقهر وما اخترنا الطريق الحاكم. عرفت علي؟ والامام علي عليه السلام كان مظلوم، واهل البيت عليهم السلام كانوا مظلومين وبعده لليوم مظلومين، وعم بيحاولوا بعد اكثر من هيك، يا اخي 120 سنه يلعنوا على المنابر. 120 سنه بالمنابر يلعنوا. يلعنوهم على المنابر. اللي ما يلعن علي بن ابي طالب والعياذ بالله كان ينحى. عرفت علي؟ والمشكلة اليوم انه انت بس لانك بتحب آل محمد صلى الله عليه وسلم بيطرحوا لك مسائل ما انزل الله من سلطان.